هذا النوع من الغناء موجود في كل زمان ومكان. وفي الستينيات اللي كانت بتغني فيها أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ومحمد رشدي، كان أيضا في أحمد عدوية كان بيغني تشتاق يعني إيه، وكان في مطربة شعبية تانية. إنما اللي ساد الغناء اللي له قيمة دول طالعين في مواكت فراغ. حتى شوف أسميها المهرجانات، تعرف مهرجان يعني بيطلع على خشبة المسرح وممكن يرتجل الكلام وممكن يعمل اللحن وهو واقف عليه وكل حاجة، وأنا أتصور إن ده مش هيعيش منه حاجة. المواجهة مع النفس مع الإعلامي أحمد سالم، الجمعة في الساعة 11 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.